وسام أبو علي، اسم من الأسامي المنورة بشكل كبير جداً مع النادي الأهلي في الدوري المصري في الفترة الأخيرة، ومفيش حد ما كانش بيتكلم عنه بعد ماتش الأهلي ومازيمبي والجول اللي جابه وطار كده في الهواء، والناس قالت لك ده زي رونالدو في ماتش تركيا والبرازيل في 2002، وقعدت الناس تتكلم عنه فترة كبيرة بعد الماتش، وصوره ورجليه متعورة. كان يعني الحقيقة أداء عالمي منه في ماتش الأهلي ومازيمبي، وهو نفسه كان ليه تصريحات بعد الماتش إنه ده واحد من الماتشات الأهم بالنسبة له، وإنه يعني الماتش ده يعني أكيد مستقبله بعدها هيختلف بشكل كبير. مفيش شك إنه المحترفين وجودهم في الدوري مع اللعيبة المحليين بيخلق حالة كبيرة من المتعة الكروية والتنافسية الكبيرة في الدوري. في كلام كتير عن قرب التحاق وسام أبو علي بالمنتخب الفلسطيني اللي أصلا كان عامل ماتشات في يعني كاس آسيا ممتعة قدام فرق كبيرة جدا، فالحقيقة أنه يعني أكيد شيء عظيم جدا هذه الأخبار. خلينا نعرف كواليس ده من الناقد الرياضي أحمد رجوب. أهلا بيك، مساء الخير. ويعني ازاي شايف الاخبار المتداوله عن قرب التحاق وسام ابو علي بالمنتخب الفلسطيني، وازاي شايف اداؤه مع النادي الاهلي؟ هو فرض نفسه كراس حربه في وجود كهربا ومودست بالاداء الكبير اللي هو عامله مع النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه مساء الخير لك، مساء الخير لشعب مصر العظيم، والرحمه لشهداء فلسطين والشفاء للجرحى والحريه للاسرى والمسرى. بكل تأكيد وسام علي أثبت جودة أدائه في المباراة الأخيرة أمام مازيمبي، والتحاقه أصلا في النادي الأهلي هي مفخرة لكل فلسطيني. أنت تعلمين عشق الشعب الفلسطيني للأندية المصرية وتحديدا الأهلي والزمالك، فوسام أبو علي هو مثال جميل للشعب الفلسطيني ويعبر عن أنطوان الشعب الفلسطيني، وأيضا على تحديه وإصراره، رغم أن وسام لم يلتحق حتى اللحظة في منتخب فلسطين ولا في أي مباراة رسمية، ولكن في طور الالتحاق في شهر القادم تحديدا في مباراتي أمام لبنان وأستراليا المصيريتان اللتان تتحدان من سيرافق أستراليا إلى التصفيات النهائية إلى كأس العالم 2026، وفلسطين هي الأقرب للتأهل بالنقاط الموجودة. وسام أبو علي قدم أداء مشرف، يعني دعانا للفخر جميعا كفلسطينيين، وأزال بعضا من المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ولو لحظات بسيطة، كما شاهدت ممكن على صفحات التواصل الاجتماعي ثناء كبير من الجمهور الأهلاوي الفلسطيني تحديدا، وكيف شاهد الشعب الفلسطيني في خيم النزوح نصف النهائي، وكيف شجعوا وسام وشجعوا النادي الأهلي عندما ينتصر النادي الأهلي في العادة وفي الظروف الطبيعية. نشاهد السيارات والمركبات تحمل أعلام الأهلي تجوب في شوارع غزة وشوارع فلسطين، وكذلك عندما يتأهل الزمالك وأي نادي عربي. أنا بنفسي حضرت ماتش أهلي وزمالك في غزة قبل كده، وشفت مدى احتفاء الناس بماتش الأهلي والزمالك في غزة كأنك بتشوف الماتش في مصر. يا رب الأيام دي ترجع وترجع تعم المحبة والسلام تاني، والناس تعيش في سلام، لأنه الحقيقة ان انتوا جنود في كل مكان موجودين فيه في كل الظروف الصعبة الكارثية اللي بتعيشها الناس في فلسطين وفي غزة تحديدا هذه الأيام، قادرين ان انتوا تدوا وتمتعوا الناس بالشكل ده في كل مكان. يعني بكل تأكيد الشعب الفلسطيني حقه كسائر شعوب العالم في الحياة، حقنا في كرة القدم وكذلك في الاستمرارية في الرياضة. أنت تعلمين أن الرياضة الفلسطينية تعرضت لانتهاكات كبيرة، 256 شهيد، تدمير أكثر من 40 منشأة رياضية. يعني بعيدا عن الحديث عن هذا الموضوع، ولكن لنعطي وسام حقها الذي زرع وسام على قلوبنا في المباراة الأخيرة. نحن نعلم أن البداية مع النادي الأهلي لوسام أبو علي تعرض لإصابة ومنعته من تقديم مستوى عالي. نحن نطمح
كفلسطينيين لمشاهدة مزيد من التألق لوسام أبو علي ولكل لاعبين المنتخب الفلسطيني المتواجدين في الدوري المصري وفي جمهورية مصر، تحديدا أيضا ياسر حمد الذي يلعب في الزمالك وكذلك موسى فراوي الذي يلعب في البنك الأهلي. فنحن نتحدث عن وسام اللاعب الجديد الذي سينضم في الشهر القادم لأول مرة مع منتخب فلسطين، وكان من المفترض أن وسام يلعب مع منتخب فلسطين في كأس آسيا، ولكن لتأخر رد الفيفا بانضمامه إلى المنتخب الوطني الفلسطيني، وسام أبو علي قد مثل منتخب الدنمارك بلد المولد في الفئات السنية، واحتاج إلى وقت وأوراق للفيفا، وهو كان يرغب ويريد أن يمثل منتخب فلسطين. وباب المنتخب الفلسطيني دائما يعني كما صرح رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أنه مفتوح لكل فلسطيني أينما وجد وأينما ارتحل، فوسام أبو علي سيكون إضافة قوية جدا للمنتخب الفلسطيني ليضع مزيج من التطور الذي حدث والذي شاهدناه وشاهدتموه في كأس آسيا 2023 في قطر. وسام أبو علي سيكون مصدر إزعاج لكل الدفاعات التي سيلعب أمامها في آسيا، وهو يعني والمنتخب الفلسطيني بحاجته، سيكون برفقة ردي الدباغ، شهاب القنبر، علاء الدين حسن وباقي الأسماء، سيكون إضافة كبيرة وقوية للمنتخب الوطني الفلسطيني. ونأمل أن يستمر وسام أبو علي في تقديم مزيد من العطاء ومزيد من التضحيات من أجل منتخب فلسطين، وأكيد من أجل النادي الأهلي لإسعاد الجماهير النادي الأهلي في كل مكان، ليس فقط في مصر، أيضا في فلسطين وفي كل الدول العربية والعالمية. فكل التوفيق للأهلي في النهائي وكذلك للترجي إحقاقا للحق، لأنه ناديان عربيان فلا نستطيع أن نقول نهائي عربي قوي نادي، ولكن يعني نهائي عربي، ولكن دائما ما القلب يذهب نحو الأقرب، خلينا نحكي أو النادي الأهلي. أنت تعلمين حب وعشق الجماهير، وأنا يعني متأكد أن رغم الألم ورغم الوجع ورغم الويلات أن جمهور الأهلي في غزة سيشاهد المباراة النهائية للأهلي أمام الترجي، وستشاهدين الصور أن الكل سيفرح عندما ينتصر النادي الأهلي. كل التوفيق للنادي الأهلي، كل التوفيق لوسام أبو علي، ونأمل منه مزيد من التألق إن شاء الله.